تنشرون مشروعا شبابيا تم اختيارها بولاية مايوكي بالشرق كدفعة أولى لدعمها ضمن مشروع توفير 50,000 فرص عمل لائقة للشباب، وذلك بمبلغ قدره 22,450,000 فرنك إفريقي. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المبادرات والمشاريع الشبابية وتوفير الأدوات والوسائل اللازمة للعمل الحر. في كلمته منسق مشروع 50,000 وظيفة لصالح الشباب كيمبا ديدا ألان إن هذه المشاريع تم اختيارها بطريقة شفافة للغاية ورعيت فيها جميع الجوانب الفنية. أما المشرف على هذه العملية ولولاية مايوكي بالشرق عبد الكريم سعيد بوش قال إن قضية التشغيل بصفة عامة ولدى الشباب بصفة خاصة تظل تلقى اهتماما بالغا من حكومة جمهورية تشاد وفي مقدمتها الرئيس الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، وأن الدولة بدأت منذ وقت في تفعيل سياسات وبرامج لتعزيز وخلق فرص عمل ومكافحة البطالة بين أوساط الشباب. نذكر بأن المشاريع التي تم اختيارها تتمثل في الثروة الحيوانية والزراعة وبقية مختلف الخدمات.